ولتفاصيل أكثر حول المؤتمر تنضم إلينا مراسلة الإخبارية رنا سالم. أهلا بك رنا، وأود بداية أسألك عن أبرز الأجندة المطروحة اليوم في المؤتمر، وكذلك بالنسبة للمشاركين والذين من أكثر من 20 دولة. نعم، أسعد الله صباحك سلمان وصباح السادة المشاهدين. سلمان، كما ذكرت انطلقت اليوم أعمال المنتدى السعودي الأول للمدن الذكية، والذي افتتحه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ. حظي المؤتمر اليوم بحضور كثيف من أكثر من 20 دولة، كما أشارت 40 تقريبا متحدث خلال 3 أيام. انطلقت فعاليات المنتدى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام. منذ صباح الباكر بدأت الجلسات، كانت الجلسة الأولى فيما يتعلق بالتخطيط تحضير المدن الذكية، الجلسة الثانية فيما يتعلق بحوكمة المدن الذكية، والجلسة الثالثة التي سوف تكون لاحقا فيما يتعلق بالحوكمة الإلكترونية للمدن الذكية. طبعا هناك عنوان عريض لهذه المنتدى وهذا المؤتمر هو التخطيط الذكي لمستقبل مستقر. هذا المنتدى هو باكورة ما أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك حول تحقيق رؤية المملكة 2030. كما أشرنا كان هناك الكثير من الحضور اليوم. في الجلسة الأولى كان هناك حديث مطول فيما يتعلق بداية بمفهوم المدن الذكية وأهمية وجود المدن الذكية، التحديات والحلول التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بإنشاء هذه المدن، خطط مستقبلية خلال الفترة القائمة والمدد الزمنية لإنشاء المدن الذكية في منطقة المملكة العربية السعودية. إذن هناك كخطط مستقبلية 17 مدينة يستهدف إقامة مدن ذكية داخل هذه المدن. ولكن الحديث أكثر عن المدن الذكية، دعينا نرحب بضيفنا الأستاذ فيصل الكواري، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة ميزا قطر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ فيصل. يا مرحبا. مساء. فيصل، حدثنا بداية عن أهمية اتجاه دول الخليج بشكل عام بما أنك من قطر نحو المدن الذكية. والله بشكل عام هو اتجاه مدروس، وكل الخطط المستقبلية حق دول الخليج فيها جزء كبير من المدن الذكية واهتمام فيها من أعلى المستويات من رؤساء الدول والأمراء للوزارات حتى الموظفين وحتى أصحاب المشاريع الخاصة. الاهتمام جاي إن هو شيء لا بد منه يعني في المجال. نفرق إحنا المدن اللي في الخليج عن المدن الخارجية، ونستقطب السياح ونحسن جودة المعيشة حق السكان اللي موجودين، ونستقطب بعد استثمارات خارجية للدولة وللدول الخليج. فهاي شيء مهم جدا لازم نراعيه، لان هاي اتجاه عالمي حتى. ما ابرز التحديات التي تواجه الدول في انشاء المدن الذكيه، وهل هناك حلول لهذه التحديات؟ والله هي في البدايه بتكون الدعم من الجهات العليا، هذا شيء رئيسي. الميزانيات، لازم هناك في ميزانيات معقوله تخصص لهي المشاريع. هاي سببين رئيسيين للنجاح، وهذا الشيء اللي دراسات وايد حصلت انه شيء غريب، انه بس عاملين رئيسيين هم من اسباب نجاح المدن الذكيه، هي دعم الجهات العليا والتمويل. نعم، حدثنا عن تجربه قطر فيما يتعلق بانشاء المدن الذكيه. والله انا حابب اتحدث عن تجربه قطر. اكبر مشروع هو مشروع مشير بقلب الدوحه، هي مدينة ذكية أخذت كتقييم بنش ماركينج عالمي رقم 2 كسمارت ديستريكت ديفلوبمنت، كتطوير مشروع تطوير مدينة ذكية أخذت المركز الثاني، وكالخبرة الإلكترونية حق الناس اللي تجي في المدينة أخذت المركز السادس. طبعا في خدمات وايد راح تطرح مستقبلا يعني على آخر السنة، فحتى هذا التقييم بيرتفع، فإن شاء الله احنا نطلع على رقم 1 إن شاء الله. وهل المدينة الذكية يعني مو بس الخدمات اللي مطروحة الحين هي اللي بتكون موجودة، في بعد خدمات ثانية في المستقبل إن شاء الله، في بعد مشاريع ثانية في الدولة، بس طبعا مشروع مشيرب هو أكبر مشروع تقريبا في قطر وحتى على مستوى العالم. نعم، أستاذ فيصل الكواري المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة ميزا قطر، شكرا لك. عفوا، يعطيك العافية. إذا
سلمان، هذا هو حديث ضيفنا. دعني أشير أنه خلال الجلسة اتفقوا بأنه ما يميز المدن الذكية هو وجود التقنية والتكنولوجيا العالية، رغم وجود التحديات التي تختلف من دولة إلى دولة، ولكن تتميز المملكة بوجود البنية التحتية القوية التي تسمح لها بالانطلاق بقوة فيما يتعلق بالمدن الذكية. كما أشرت، الجلسة القادمة متعلقة بحوكمة المدن الذكية. وفيكم المستجدات أول بأول. نعم رنا سالم، مفتى الإخبارية، شكرا جزيلا لك.